ماما، اليوم احنا عندنا موضوع اللي هو البخونو بوسيسيف. حسب ما شفناه بالكتاب شلون اوضح لي على شكل جدول، انا يوم سويت لكم اياه على شكل ملخص. اذا هنا نقول تاتي ضمائر التملك دائما مع ادوات التعريف حسب نوع الكلمه او حسب اللي يريد او المفعول به المراد استخدامه بصيغه التملك. فمثلا عندي لو تسبق ضمير التملك، هذه لو تسبق ضمير التملك اذا كان مفرد مذكر. مثلا عندي لوميان، لوتيان، لوسيان، زين. وعندي لا تسبق ضمير التملك اذا كان مفرد مؤنث، مثلا عندي لامين، لاتين، لاسين. وعندي الجمع، بالنسبه للجمع تسبق هذه اللي هي نستخدمها ضمائر التملك للجمع المذكر وجمع المؤنث. مثلا عندي ممكن اقول ليميا او ليميان، ليتيان او ليتيان، او ليسيان او ليسيان، حسب الشيء اللي اريد اذكره بضمير التملك. فاذا عندي هنا الاكزامبل، اقول سونامي وي سي لوسيان. عليه من اعتمد هنا، اعتمدت على السون لأنه هي تتبع المفرد الغائب إذا كان مفرد مذكر أو مؤنث، طبعا المذكر خصيصا. فإذا أقول سي سونامي ويسي لوسيان. استخدمت لوسيان ليش؟ لأنه عندي هنا السون هي صفة التملك للمفرد المذكر. زين، سي مون ليفغ سي لوميان ويسي لوميان. سيمون ليفغ سي لوميان، هنا استخدمت لوميان لأنه عندي صفة التملك مون. سي تا فوتو، هذه صورتك، ويسي لاميان، هذه لما يكون على شكل صيغة سؤال وجواب، صورتك نعم إنها لي. فإذا هنا بالجمع أقول سي سون ميكادو ويسي سون لاميان، سي سون لاميان. إذا هنا ال الملاحظة تقول لي إذا جاء في السؤال التاء أو الفوتخ فإنها في الجواب تقلب إلى ميا أو ميان أو نوتخ، طبعا حسب السؤال الموجود. مثل ما عندي هنا بالإكسامبل أقول سي فوتخ ميزو وي سي لا نوتخ. ليش؟ لأنه الفوتخ بالسؤال تقلب بالجواب نوتخ. سي سون تي ديسك، هذه أقراصك، وي سي سون لي ميان، وي سي سون لي ميان، لأنه التي بالسؤال تنقلب إلى مي. وهكذا سي سا فواتيغ، إذا كانت مفردة سي سا فواتيغ وي سي لا سيان. أو مثلا أقول سي سون سي فواتيغ وي سي سون لي سيان بإضافة حرف الأس. هذا هو نعتبره يعني ملخص بسيط عن موضوع لي بخونو بوسيسيف.